يا داليا. صباح الفل يا حبيب عيني. صباح الهنا، صباح العسل يا داليا، ازيك؟ الله يخليك يا حبيبي، الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا قمر، والله تسلمي لي. الحمد لله بصحتك، الحمد لله كويسه. الحمد لله، ربنا يخليكي واشكرك على سؤالك بجد. يا رب يخليك. عايز اسالك سؤال بقى بعد ما صبح عليكي وعلى الصف كله. يلا يا قمر انا معاكي. يا رب يخليكي. بصي، ايه اميز حاجه اعمل بيها العرق الفليتو؟ اميز حاجه زي ايه يعني؟ يعني مثلا اهو اعمله في الفرن عادي. اه طبعا في الفرن، في الفرن احسن. فهمت سؤالك. اهم حاجه زي التربيانكو. اه، واهم حاجه ياخد صدمه الاول على البوتاجاز، لازم صدمه من جميع النواحي كويس قوي، وبعد كده وهو واخد اللون بتاعه تروحي مدخلاه الفرن يكمل سواه. طب اربطه زي التربيانكو. اه 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 طيب ماشي. طيب. ماشي يا قمر.